ما أهم نظريات مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ هل يفضل الفلسطينيون المقاومة المسلحة أم الشعبية السلمية؟ ولماذا؟ ما متطلبات الكفاح الشعبي السلمي؟ وهل هو بديل عن الكفاح المسلح؟ أليس حرياً بالفلسطينيين الاتفاق على شكل وآليات مقاومة الاحتلال الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في برنامج من فلسطين، وعنوان حلقة هذا الأسبوع فلسطين ونظريات مقاومة الاحتلال.